يندرج الطريق السيار المداري للعاصمة الرباط في إطار السياسة التي تتبعها بلادنا لتنمية البنيات التحتية الطرقية والأوراش الكبرى لمدينة الأنوار، ويبلغ طوله 41 كيلومتر، وتم إنجازه بكلفة استثمارية بلغت 2,840,000,000 درهم. ويشكل هذا الطريق المداري الذي انتهت أشغال بنائه وفتح للعموم في يوليوز 2016 متنفسا طرقيا للعاصمة الرباط، حيث تم تصميمه في إطار الاستراتيجية الجديدة للبنية التحتية للنقل، وتماشيا مع البرنامج العام لإعادة تهيئة الجهة الجنوبية للعاصمة الرباط وكل من مدن الصخيرات وتمارا وسلع. ويهدف هذا الطريق المداري بالأساس إلى تقليص عدد حوادث السير الحضرية عبر تحويل جزء كبير من ضغط التنقل بين المدن خارج الرباط وسلا وتماره من سياب تام مع شبكة الطريق السيار عبر تفريع طرقي وأربع بدلات، إضافة إلى مساهمته الأساسية في تقليص التلوث الحضري. هاد الطرق الجديدة هذه مزيانة، نقصات علينا بزاف، كنا كنعانيو أخويا في هاد الطريق الناسيونال ملي كنا كندخلوا الرباط تقريبا ساعة ونص لو لقيناش اكسيدون بقينا تما سكننا. اما الحمد لله مع هاد لوطروت الجديده والله شي نعمه. الطرق راه فيها فوائد كثيره لا بالنسبه للانسان ولا بالنسبه للحديد. كنا كنجيو قبل وكندخلوا الرباط كانت ساعه تقريبا، كتمشي لنا ساعه مثلا، كنكون جاي من فاس لمكناس لكازا كانت شي خطات على ساعه، شي خطات ساعه ونص غير ديال لي زومبوطياج سورتو في عكراش، وكندخل حتى لوسط الرباط وانا ما عندي ما ندير في الرباط. ويتميز هذا الطريق المداري بإنجاز غير مسبوق في مجال البناء الطرقي بالمغرب، حيث يحتضن إلى جانب مجموعة من البنيات والتجهيزات الحديثة أكبر جسر معلق في القارة الإفريقية، يمتد على طول 942 متر فوق نهر أبي رقراق ويحمل اسم جسر محمد السادس. ويتميز هذا الجسر بهندسته المستوحاة من الحضارة العربية الإسلامية، لا سيما برجاه المقوسان بارتفاع 200 متر وهما يرمزان لأبواب مدينتي الرباط وسلة. وقد تم رفع القنطرة جسر محمد السادس وتدعيمها بواسطة 40 زوجا من الحبال الحديدية وزنها 1200 طن من الفولاذ، إضافة ل 70,000 متر مكعب من الإسمنت المسلح و 16,000 طن من الفولاذ بكلفة مالية بلغت 740,000,000 درهم. وسيشكل جسر محمد السادس إلى جانب الطريق المداري حلقة وصل أساسية بين الجهة الشرقية للمملكة عبر الطريق السيار الرباط وجدة، والجهة الشمالية عبر الطريق السيار الرباط طنجة، والجهة الجنوبية عبر الطريق السيار الرباط الدار البيضاء في اتجاه كل من مدن الجديدة ومراكش وأكادير. لو نوفو بون هذا الي اكسترا اوردينير و سي تانيسيسير، يعني لو ما كانش هذا لو بون ما كناش غادي نربحوا هذا الوقت كامل، نبقاو ديما ندوزوا في وسط الرباط وكنمشي لنا الوقت كثير. وزادوا عليه واحد لمحه زوينه ديال دوك الضواو ديال فهمتش ديال دوك الضواوات، هما عطاو واحد الديكور زوين فهمتي، كنت مجايش بعان عذاب وشبعان شمال كتشوف داك الشيء كتفرح كيعجبك الحال. ومن المتوقع أن تعبر هذا الجسر يوميا أكثر من 50,000 سيارة، وهو ما سيضمن سهولة في سيولة تنقل الأفراد والسلع والحاجيات الأساسية نحو المحاور والأقطاب الاقتصادية المهمة في مدد زمنية معقولة تعزز الربط وتساهم في تدفق الاستثمارات، ما سيرفع من معدلات التنمية الجهوية والوطنية ويعزز مؤشرات التنمية البشرية.